بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الموضوع اللي عاوز أكلمكم فيه النهاردة هو كلمة واحدة أو سؤال واحد، ويمكن ده أخطر سؤال الواحد مفروض يعرف إجابته طول ما هو عايش. السؤال ده موجود 3 مرات في آخر الأناجيل الأربعة، عندنا متى، مرقس، لوقا، يوحنا. آخر إصحاح في إنجيل يوحنا اللي هو آخر إصحاح في الـ4 أناجيل، ربنا يسوع سأل سؤال واحد 3 مرات. إيه السؤال بقى المهم قوي ده اللي المسيح بيسأله في نهاية حياته على الأرض، وكأنه ده أخطر سؤال؟ السؤال بيقول: أتحبني؟ قال لسمعان ابن يونة: يا سمعان ابن يونة، أتحبني أكثر من هؤلاء؟ تعرفين الحكاية أن ربنا يسوع بعد ما قام من الموت ظهر لهم كذا مرة، منها مرة كانوا بيصطادوا سمك، يمكن ما كانش صح يصطادوا سمك وهم بقوا صيادين ناس، إنما ربنا ظهر لهم وما عرفوهوش في الأول برضو، وبعدين عرفوه وقعدوا يأكلوا سمك مع بعض، وهم بيأكلوا ربنا يسوع فاجئ بطرس بالسؤال ده، قال له: يا سمعان ابن يونة، أتحبني أكثر من هؤلاء؟ بطرس بقى قاعد يأكل ومبسوط، فقال له: طبعا يا رب، أنت تعلم أني أحبك. قال له: خلاص ارعى خرافي. وشوية تاني وبعدين سأله نفس السؤال: يا سمعان ابن يونة، أتحبني؟ قال له: طبعا يا رب، أنت تعلم أني أحبك. قال له: ماشي، ارعى غنمي. وشوية كمان وسألوا نفس السؤال: يا سمعان ابن يونة، أتحبني؟ ساعتها بطرس بقى تهز وزعل، وحس ان ربنا زي اللي مش موافق على الإجابة، مش عاجباه الإجابة. حكاية طبعا يا رب دي، أنت تعلم أني أحبك، حس ان الإجابة مش عاجبة ربنا، عشان كده بيعيد السؤال تاني وتالت. فقال له: يا رب، أنت تعلم كل شيء، أنت تعلم أني أحبك. أنا مش عارف، أنت عارف يا رب، أنا مش متأكد، بس أنا حاسس أن أنا بحبك. ليه ربنا يسوع بيسأل السؤال ده؟ لأن في حياتنا على الأرض المقياس اللي هيدخلنا السماء هو السؤال ده. يعني لو عاوز تعرف أنت ليك مكان في السماء ولا لا، السؤال ده هو اللي يجاوب. لو بتحب ربنا هتدخل السماء، وبتحبه قد إيه يتحدد مكانك في السماء. لو بتحبه قوي قوي بقيت زي القديسين، بتحبه شوية أو تدخل بالزق وخلاص. فمعلمنا بطرس كان بيحب ربنا، إنما ربنا لما سأله 3 مرة زي اللي افتكر قولت: ما أنا كمان من أسبوعين كده قبل الصليب قعدت أقول له: أنا بحبك قوي، أنا موت بدالك، لو كلهم خانوك أنا مش أخونك، أنا مش ممكن أسيبك أبداً، أنا أضع نفسي عنك. وليلتها حصل إيه بعد الكلام ده؟ أنكر المسيح 1 و2 و3. فالظاهر لما سأله 3 مرة: يا سمعان ابن يونة، أتحبني؟ افتكر حكاية إيه؟ أنا كنت بقول أنا بحبه قوي وممكن أموت عشانه، وبعدين طلعت مش قد الكلام، وطلعت أنا مش متأكد بحبه ولا لأ لأني أنكرته. وكأن السؤال ده يا جماعة ليه 3 إجابات. ربنا يسوع لو جالك النهاردة وسألك: يا حبيبي يا فلان، بتحبني أكتر من الناس كلها؟ يا هتقول له: أيوة يا رب، يا هتقول له: لا يا رب، يا هتقول له: مش متأكد. الحقيقة حكاية أيوة يا رب دي غالبا ما بنطلعش قدها، يعني لو قلت له طبعا يا رب زي بطرس غالبا هيسألك السؤال تاني، زي اللي بيقول لك راجع الإجابة. عارفين في امتحانات الشفوي ساعات الأستاذ يسأل ويقول إيه؟ يسأل نفس السؤال تاني، زي اللي بيقول لك راجع الإجابة بتاعتك. لو قلت له لأ، مش معقول تقول له لأ، كلنا بنحب ربنا، غالبا الإجابة اللي بتطلع معناها إيه؟ أنا مش متأكد يا رب، أنا مش عارف أنا بحبك ولا لأ، أنا حاسس أن أنا بحبك بس أنا حياتي بتقول غير كده، تصرفاتي ممكن تطلعني مش بحبك. أنا كنت بحبك قوي وفي الليلة اللي قعدت أقول أنا أعمل وأعمل وأعمل أنكرتك، فأنا بقيتش عارف أنا بحبك ولا لأ.
معلمنا بطرس عد على الأقل 5 أنواع من الحب. أحكي لكم حكاية بطرس وحبه الربان. أول مرة حب المسيح قوي تلاقوها في لوقا 5. لوقا 4 الأول حصل أن ربنا يسوع دخل بيت سمعان بطرس وشاف حماته، الحتة اللي بنقراها في صلاة الغروب. وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، كان يضع يديه لهم. فبقى سمعان فرحان قوي، ربنا يسوع دخل بيته حاجة تفرح، شاف حماته حاجة تفرح، وبعدين شاف كل البلد على حسه من خلال بيت سمعان، كل ده كرامة لسمعان بطرس. لكن كل ده ما خلاهوش يرتبط بالمسيح زيادة. تاني يوم بقى ربنا يسوع كان بيوعظ عند بحيرة طبرية. وبعدين بعد قال له بطرس ممكن اوعظ من عند المركب بتاعتك؟ قال له اتفضل يا رب. دخل المركبة وقعد يوعظ، وبطرس عمال ينظف في الشبكة ومش عارف يروح لأن المسيح في المركب. وبعدين فاجئ المسيح في نص النهار كده، قال له هو أنت عندك سمك؟ قال له لا، تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيئا. قال له طب ادخل إلى العمق والقي شباكك للصيد. ودخل جوه ولقى إن الشبكة مالت سمك. فزي اللي عاوز يقول له أنت إيه حكايتك يا رب؟ امبارح تبقى في بيتي تباركني وتشفي حماتي وتشفي كل أهل البلد، والنهاردة تدخل مركبتي وتوعظ منها، وبعدين في الآخر تديني كل السمك ده؟ أنت فاكرني إيه؟ ده أنا بني آدم وحش، أنا إنسان وحش. فقال له أخرج من سفينة يا رب، أنا راجل خاطي. ده كان أول مرة بطرس يحب ربنا قوي. فكأن أول نوع من الحب، الواحد فينا لما يحس أن ربنا مغرقه حب، تعرفين الواحد بيحب ربنا لما يحس أن ربنا بيحبه. تقول ده أنا ما كنتش مذاكر كويس ولقيت الامتحان جه في كل الأسئلة اللي أنا عارفها كويس، أو كنت عامل وحش والنتيجة طلعت حلو، أو ربنا سطر عليا في كذا حاجة كان ممكن يحصل لي حاجات وحش. لما الواحد فينا يحس أن ربنا عمال يدي ويدي ويدي ويدي، يقول له يا رب أنا وحش، أنت بتعمل معايا ده كله ليه؟ وهنا يبتدي الواحد يحب ربنا. وساعتها أنتوا عارفين لما ربنا يسوع قال لبطرس تيجي تشتغل معايا صياد ناس، ترك كل شيء وتابعه. قال له بس كده وأنا طول، وساب الشبكة وساب المركب وذهب وراء المسيح عشان يخدمه. يبقى أول نوع من الحب بنسميه حب العرفان أو حب الشكر، إن الواحد يحس إن ربنا بيحبه قوي فيبقى مكسوف من ربنا. دي الكلمة اللي قالها القديس يوحنا لما قال نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. نحن نحبه لأنه هو حبنا الأول. يبقى أول حاجة كده الواحد بيحب ربنا لما يحس إن ربنا مغرقه حب. تاني نوع من الحب ممكن نسميه الحب المندفع، اللي بان قوي يوم خميس العهد لما بطرس فضل يقول له إن أنكرك الجميع أنا لن أنكرك، أنا أضع نفسي عنك، وكلام كبير كده، وكأنه عاوز يقول لو كلهم خلوا بيك أنا مش هسيبك، أنا الرجل بتاعك، ده أنا فديك بعمري. هو بيحب وبيقول الكلام ده من قلبه، إنما ما فاتش 5 ساعات على الكلام ده وابتدى ينكر المسيح قدام جارية وقدام شوية ناس كده على قدهم. وبعدين لما ألحوا عليه وقالوا له أنت لا، أنت منهم، أنت معاهم، أنت واحد من تلاميذه، قعد يلعن ويحلف ويلخبط في الكلام، معرفوش ما لغاية ما سمع صوت فاكرين صوت الديك. ولما سمع صوت الديك افتكر العلامة اللي المسيح قالها له، أنك قبل أن تنكرني 3 مرات بعد ما تنكرني هتسمع الديك 2 مرات، وخرج وبكى بكاء مر. يبقى في نوع تاني ساعات يبقى عندنا شباب، ان الواحد يحس انه بيحب ربنا قوي بس هو مش قد الكلام ده. زي مرة واحد حلو زيكم كده راح معانا الدير في رحلة زمان، وكان في أولى إعدادي، وبعدين وهو مروح في الأتوبيس يقول لي ممكن يا أستاذ أقعد في الدير أترهبن؟ قلت له تقعد في الدير وأنت في أولى إعدادي إزاي؟ قال لي أنا انبسطت هنا وعاوز أبقى زي القديس الأنبا بشوي.
قلت له مرة واحدة تبقى زي القديس اللي المبسوط. قال لي أنا بحب ربنا قوي. وبعد كده استنى الأسبوع اللي بعده يجي مدارس الأحد، ما جاش مدارس الأحد ليه؟ كنت كسلان. كسلان هتدخل الدير الزاهي وتبقى راهب وانت كسلان تيجي مدارس الأحد؟ ده حب مندفع، يعني الواحد يتهيأ له أنه بيحب ربنا قوي، إنما وقت اللزوم يطلع كلام في الهوى. زي بطرس اللي قال له أنا أعمل وأسوي وأموت عشانك، ووقت الجد طلع أن بطرس مش قد الكلام. نوع كمان من الحب معلمنا بطرس داقه، الحب المنكسر أو الحب التائب. تعرفين بعد لما أنكر بطرس عمل إيه؟ خرج خارجا وإيه؟ وبكى بكاء مرا. يبقى أول نوع من الحب عند لما الواحد يحس أن ربنا مغرقه حب، بيديله كتير قوي، فيبقى مكسوف من ربنا. رب أنت بتحبني على إيه؟ أنت عارف أكتر واحد أن أنا وحش، بس أنت بتحبني، فيقوم يحب ربنا. وتاني مرة لما الواحد يبقى مندفع كده بحماس الشباب، يقول له ده أنا أعمل وأسوي، ده أنا لو في استشهاد استشهد، ده أنا ممكن أبقى زي الفلان القديس، ويطلع كله كلام. النوع الثالث أن الواحد يتكسف من نفسه ومن خطيته، والحب ده يعجب ربنا. أو الحب التائب أو الحب المنكسر، أو اللي قال عنه المزمور القلب الإيه المنكسر والمتواضع لا يرزله الله. بطرس مع أنه هو مش بالسهل يعيط، أنتوا عارفين بطرس ناشف شوية، إنما بعد العملة اللي عملها دي طلع برا القصر وقعد يعيط بحرقة ويبكي بمرارة. إزاي يعمل كده؟ إزاي أقول معرفوش؟ إزاي أخونه؟ إزاي هو اللي يتصلب وأنا أقف أتفرج عليه؟ أنا طلعت جبان، أنا طلعت عيل، أنا مش قد الكلام اللي قلته، أنا ما بحبوش، هو اللي بيحبني بس، أنا ما استاهلش خالص أبقى تلميذه، وهاتك يعيط. إنما ده حب. عارفين لو مش بيحب ربنا ما كانش بكى وما كانش حس بالخطيئة. يبقى في نوع من الحب، حب التائبين ده بيعجب ربنا قوي، لأن اللي يحب ربنا قوي يحزن قوي على الخطيئة، اللي يحب ربنا يكره الخطية. في آية جميلة تقول إيه؟ يا محب الرب ابغضوا الشر، يا محب الرب ابغضوا الشر. فاللي يحب ربنا يبقى مش طايق اللي عمله. إزاي أعمل كده في ربنا؟ إزاي أنكره وأقول معرفوش؟ نوع آخر من الحب، تعرفين بعد كده ربنا يسوع له المجد طلع السماء، وبعدين سكب روح القدوس في ايد العنصرة على التلاميذ، وبعدين التلاميذ ابتدوا يبشروا. تعالوا نتفرج على بطرس بقى ايه بعد ما بقى رسول وكارز. فمرة داخل الهيكل بتاع سليمان زمان من باب كده اسمه باب الجميل، وعلى الباب في واحد شحات معروف بقى له سنين قاعد على الباب ده، اعرج من بطن ام، يعني ما رجليه ما بتتحركش خالص. وبعدين الشحات بيبقى عامل ايده كده مستني اللي داخل واللي طالع يحط له فلس دينار اي حاجه بقى. فهو قاعد كده، دخل بطرس ورا منه يوحنا وهو باصص عليهم كده. فبطرس قاعد يبص له كده شويه وقال له انت فاكر احنا معانا فلوس؟ ما احنا زينا زيك، احنا ملناش فلوس، ليس لي فضه ولا ذهب، لكن شوف بقى انا معايا حاجه احلى من الفضه والذهب. الذي لي اياه اعطيك، هتديني ايه وانت معكش فضة وذهب؟ باسم يسوع المسيح الناصري قوم وامشي. ومد ايده ومسك الراجل، الراجل وقف وبقى يحرك رجليه وبقى يتنطط زي العيال، والحكاية بقى هاصت خالص، والناس كلها بقت تسقف وتهيص، لان الراجل ده يعني معروف انه بقى له سنين طويلة مشلول. فالمنظر بقى بالنسبة لهم كل الناس شافته وكل الناس هيصت. بسرعة قبضوا على بطرس يوحنا وقالوا لهم انتوا هتعملوا فتنة ولا ايه؟ وايه المشكلة دي؟ قالوا لهم احنا مالنا، احنا باسم يسوع اللي انتوا صلبتوه خلى الراجل ده يمشي. هنا الحب الجديد ده لما الواحد يحب ربنا قوي يوصل الى درجة انه عاوز يقول اسم ربنا يسوع طول الوقت. شوف هو بيقول له ايه، انا ملياش فضة وذهب ولكن الذي لي اياه اعطيك. ايه اللي عندك يا بطرس مش عند الناس؟
قال لا عندي اسم يسوع. طب ما احنا ممكن نقول اسم يسوع. قال لا، انا اسم يسوع ده في قلبي طول الوقت، طول النهار انادي عليه وبحبه قوي، وعشان كده لما هقول اسمه، اسمه هيعمل معجزة كمان. يبقى اللي بيحب ربنا الاول بيحبه لانه هو حبنا الاول، وممكن يحبه باندفاع ويوعده بوعود ويطلع مش قد الوعود، وبعدين لما يعمل غلطة يبكي ويحزن انه غلط في حق ربنا، وده برضو حب حلو عند ربنا. بعد شوية يحب ربنا، يحب اسم ربنا، يبقى عاوز ينادي على اسم ربنا صبح وظهر وليل، اللي احنا بنسميه صلاة يسوع. الواحد يفضل طول اليوم يقول له يا رب يسوع المسيح أشكرك، يا رب يسوع المسيح بحبك، يا رب يسوع المسيح ارحمني، يا رب يسوع المسيح نجيني، وهكذا. يبقى بيحب اسم ربنا يسوع نفسه. كمان اللي يحب ربنا قوي يوصل إلى حاجة اسمها الحب الناضج. يعني إيه؟ أنتوا كشباب ساعات شوية مشاعر تتحرك في قلبك كده ويتهيأ لك أنك بتحب فلانة وفلانة بتحب فلان، وتعيش قصة حب ويطلع كله كلام فاضي. ده بنسميه حب غير ناضج، زي بطرس لما كان بيقول أنا أموت بدالك وهو ما عملش حاجة. الحب الناضج معناه أنه الواحد يبقى مستوي بقى وقد كلامه وعايش لربنا مظبوط. واللي يحب ربنا قوي يحب الناس كلها بدون استثناءات. وهنا بطرس له حكاية تاني. تعرفين ان زمن اليهود ما كانوش يحبوا الامم، الامم اللي هم الوثنيين اللي ما يعرفوش ربنا. وفي نفس الوقت كان في حاجات عند اليهود ممنوعة من الاكل، اكلات وحيوانات كتيرة قوي ما يقدروش ياكلوها. وفي واحد اسمه كرنيليوس، هو مش يهودي بس بيحب ربنا من بعيد كده، ما يعرفش ربنا بس بيحب. وظهر له ملاك وقال له روح ابعت وهات سمعان بطرس يقول لك مين ربنا. فبطرس كان بيصلي ونزلت عليه ملاية كده، والملاية عليها حيوانات غريبة قوي، والحيوانات دي ممنوعة من الأكل. والصوت بيقول له ايه؟ قوم يا بطرس، ايه اذبح وكل. فبطرس يقول له لا يا رب، لا انا عمري ما حطيت في بقي حاجة نجسة. يقوم الصوت يقول له ايه؟ ما قدسه الله لا تنجسه انت. وبعدين تنزل الملاية تاني وعليها الحيوانات، قوم يا بطرس اذبح وكل. لا يا رب، لا يا حبيبي قوم، انا بقول لك ما قدسه الله لا تنجسه انت. وثلاث مرات تاني، وهو مش فاهم ايه حكاية الحلم ده. فالصوت جاي بيقول له ايه؟ هتلاقي ناس تحت هم مش يهود بس روح معاهم، مش يهود بس روح معاهم. انا عاوزك يا بطرس تتعلم تحب كل الناس، عاوزك يبقى قلبك واسع قوي زي قلبي عشان تقبل كل الناس وتبشر كل الناس. بطرس نزل وراح معاهم، ودخل لاول مره في حياته بيت راجل وثني، بيت واحد اممي اللي هو كرنيليوس. واول ما دخل قال لهم على فكره دي اول مره ادخل عند حد زيكم، بس ربنا علمني الدرس، قال لي اللي انا اقول لك عليه تعمله. وانا اكتشفت ان ربنا مش بيبص على الوشوش، ربنا بيبص على القلب. يبقى الحب الناضج يا حبايبي ان الواحد فينا يحب ربنا لان ربنا بيحب، وما يوعدش ربنا باكتر من طاقته لانه عرف كويس انه الكلام سهل. ويحب ربنا لما يغلط يبكي او يتوب توبه صادقه. ويحب ربنا يحب اسم ربنا وينادي اسم ربنا ويحب الصلاه. واللي يحب ربنا يحب كل الناس مهما كانوا، يقدر يسامح الناس ويستحمل الناس ويعذر الناس ويطول باله على الناس. ليه؟ لأنه بيحب ربنا. لو واحد فينا بقى مش بيعمل الحاجات دي بقى مش بيحب ربنا كفاية. وعشان كده لو المسيح سألك وقال لك يا فلان، حط اسمك مطرح سمعان ابن يونا، يا فلان أتحبني؟ يا ترى هتقول له ايه؟ هتقول له باندفاع كده زي بطرس يا رب أنت تعلم أني أحبك، ولا هتقول له يا رب أنت تعلم كل شيء أنا مش عارف يا رب، نفسي أقول لك بحبك بس خايف أقول لك بحبك وأطلع مش قد الكلام، نفسي أقول لك بحبك يا رب بس مش دايما أعمالي تخليني توريك أن أنا بحبك، نفسي أقول لك بحبك بس في خطايا كتيرة معطلاني عنك وبحب الخطية ساعات أكتر منك. عشان كده هختم بنقطة مهمة، ازاي الواحد يقيس حبه لربنا؟ ازاي الواحد يقيس حبه لربنا؟ انا هقول كلكم بتحبوا ربنا، كلكم.
بس مش كلنا بنحب ربنا بنفس الدرجة. وكل ما تحبه أكتر كل ما تبقى قديس أكتر. وكلنا نتمنى ناخد كلمة مثلا الحبيب زي يوحنا الحبيب يقول التلميذ الذي كان يسوع يحب. أول مقياس للحب هنسميه صدق التوبة. يعني إيه صدق التوبة؟ برضو كلكم بتتوبوا، كلكم ليكوا آباء اعتراف، كلكم لما حد فيكم يكذب مثلا ولا يشوف حاجة وحشة في الكمبيوتر ولا يزعق ويشتم يرجع يتضايق كده ويقول له سامحني يا رب. كويس، كل دي توبة. بس مش كل التوبة زي بعض. في واحد لما يغلط يزعل قوي ويتوب توبة شديدة ويروح يسجد للأرض ويمكن دموعه تنزل يقول له ازاي يا رب اعمل كده، ده انا وعدتك اخد بالي من كلامي او من نظراتي. وبعدين يجري على اب اعترافه يا ابونا غلطت وعملت كذا ويبقى زعلان قوي. يبقى الانسان اللي بيحب ربنا صادق في توبته، يزعل قوي على الغلط ويعند قوي مع الغلط. اللي يحب ربنا قوي تلاقوه عنيد مع الغلط، يقول بس مش هغلط تاني ابدا، مش هعمل كده ابدا، مهما حصل مش هسيب نفسي أضايق ربنا تاني. يبقى لو احنا عاوزين نقول بنحب ربنا، يا ترى لما الواحد فينا بيغلط بيبقى موقفه ايه؟ هل بسرعة بيتوب؟ هل بشدة بيتوب؟ هل بيعترف بأمانة؟ هل بينوي انه ما يغلطش مهما حصل له؟ ولا اهي غلطة زي اي غلطة وخلاص؟ يبقى مش بيحب ربنا كفاية. تاني مقياس لحب ربنا حرارة الصلب. برضو هقول كلكم بتصلوا، انما في فرق بين واحد جوه الصلاة يبقى فرحان انه بيكلم ربنا، ولما يمسك الأجبية بتاعته ويصلي بيركز، فلنشكر صانع الخيرات، عاوز يركز لانه بيحب ربنا. وفي واحد بيكر كر كده عشان يخلص اللي وراه ويقول صليت، مش كويس انه صلى بس مش بيحب ربنا كفاية. اللي بيحب ربنا أكتر لما ربنا يقول له أتحبني يقول له أيوة يا رب بحبك وبحب الصلاة ما تخلص، ببقى فرحان أن أنا بصلي، وخلص مزمور وقلت بصلي مزمور تاني، وخلص تاني وقلت بصلي مزمور تالت، وخلص مزمور وقلت بقول ترتيلة، مش عاوز أطلع من قصادك، عاوز أفضل أتكلم معاك. يبقى اللي بيحب ربنا يحب الصلاة وتبقى صلاته حارة. حارة يعني إيه؟ يعني من عقله ومن قلبه فاهم بيقول إيه وحاسس بيقول إيه. ترتيلة بتحرك قلبه، التسبيحة بتحرك قلبه، بيجي القداس فرحان إنه يقف وسط الملائكة. اللي يحب ربنا يحب يكلم مع ربنا. ثالث مقياس لحبنا لربنا طاعة الوصية. قلنا أول مقياس إيه؟ صدق التوبة، إن الإنسان يتوب توبة جد. وتاني مقياس لحب ربنا أن الواحد يبقى سخن في صلاته، صلاته حلوة تفرح ربنا. ثالث مقياس أن الواحد كل وصية ربنا يقولها يقول له حاضر يا رب هعملها مهما حصل. يقول مثلا لا تدينه، حاضر يا رب مش هدين حد أبدا. لا تكذبه، مش هكذب أبدا. لا تشتهي، هحاول يا رب لا أشتهي شيء. لكل وصية غالية لأنه بيحب ربنا، فربنا يقول له أيوة وصية، يقول له عناية يا رب بس كده اللي تقول عليه هعمله. لأن ربنا يسوع يقول من يحبني يحفظ وصاياي. يبقى على قد ما بتحب ربنا على قد ما أنت حريص تخضع لوصية ربنا. لو كلام ربنا ما يفرقش معاك يبقى أنت مش بتحب ربنا. لو أنت بتكسر الوصية بسهولة، يعني في وصية بتقول اكرم أباك وأمك، وانت ممكن تبقى يعني مش بتحترم بابا او ماما كفاية وفاكر نفسك بتحب ربنا. لا، لو بتحبهم عشان خاطر ربنا لازم تكرمهم، لان هو قال اكرم اباك وامك، دي وصية. فيبقى اللي يحب ربنا يخضع للوصية. مقياس كمان لحب ربنا ان الواحد يحب الناس، زي ما قلنا ان بطرس لما حبه كده استوى بقى يحب الناس كلها، يهود وامم واللي يغلطوا فيه واللي يحبوه، بيحب الكل. كل ما الواحد فينا حب ربنا أكتر كل ما قلبه بقى واسع يستحمل كل الناس ويحب كل الناس ويعذر الناس.
وحتى لو حد ضايقه يقدر من قلبه كده يصلي له يا رب سامحه واهديه. انما اللي لسه بيحبه فلان ومش بيحبه فلان يبقى لسه مش بيحب ربنا. البنت اللي هي مش طايقه فلانه دي، طب ما بدل مش طايقه فلانه يبقى انت لسه مش بتحب ربنا، ما هي فلانه دي ربنا بيحبها برضه. فاللي بيحب ربنا يحب كل ولاد ربنا، كل خليقه ربنا، يحبهم على علتهم، يحبهم حتى لو فيهم عيوب. اخر حاجه اقولها بجد، اللي يحب ربنا يشتاق للسماء. ليه؟ بدل ربنا احنا كل يوم في ابانا الذي نقول ابانا الذي ايه في السماء، فاحنا نبقى مشتاقين نروح السماء. فاللي يحب ربنا ما يبقاش خايف من الموت، وما تبقاش سيرة الموت مزعجة ليه. طب ومال احنا عايشين يومين عشان نروح السماء، ويا ريت نروح السماء، ويقول يا بختهم اللي بيروحوا السماء، هيقعدوا مع ربنا طول الوقت. شوفوا القديس بولس الرسول لأنه كان بيحب ربنا يقول لي اشتهاء أن أنطلق وإيه وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. طب تاكل أكلة حلوة؟ لا 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 أروح السماء. طب نجيب لك فلوس كتير؟ لا 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 أروح السماء. طب تبقى أشهر واحد في الدنيا؟ لا ده كلام فاضي، أنا عاوز أروح السماء. ليه؟ أكون مع المسيح، أقعد مع ربنا، أقعد مع حبيبي إلى الأبد. يبقى كم مقياس؟ احنا تعلمنا 5 مقاييس للحب. عشان الواحد يجاوب على سؤال أتحبني، الواحد يسأل نفسه، هو أنا لما بتوب توبة جد وببطل الغلط ولا برجع له تاني بسهولة؟ لو أنا بحب ربنا هل أنا بصلي بحرارة ولا كروتة وخلاص؟ لو أنا بحب ربنا يهمني قوي أسمع كلامه ولا مش فارق معايا كلامه؟ لو أنا بحب ربنا بحب الناس فعلا واستحملهم حتى لو متعبين؟ آخر حاجة، لو أنا بحب ربنا هو أنا مشتاق أروح السماء في الآخر ولا السماء دي مش شغلاني خالص، اللي يهمني أقعد في الدنيا وخلاص؟ لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.